وبعد اللقاء عرب المبعوث الخاص البوركينابي عن امتنانه لفخامه رئيس الجمهوريه وللشعب الموريتاني علي كرم الضيافه الذي حظي به والوفد المرافق له وقال انه سلم فخامه رئيس الجمهوريه رساله شكر وامتنان وقوه وتضامن من اخيه رئيس دوله بوركينا فاسو على الدعم الذي يقدمه له كل ما احتاج إليه وخلص المبعوث الخاص البركنابي القول أود أن أكرر مرة أخرى امتناني للشعب الموريتاني وعلى رأسه فخابة رئيس الجمهورية على التضامن الذي أبدوه اتجاهنا